يسمونها هذه والسمبوسة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من الأحياء الغربية للحرم المكي الشريف، متجهين على حي العزيزية. راح ناخذكم في جولة سريعة. داخلين الآن على حي الخالدية، على اليسار حي الرصيفة أو أمامنا حي الرصيفة، وندخل يمين على حي الخالدية. على يسارنا الآن حي الرصيفة، وعلى اليمين حي الخالدية. طبعاً ما شاء الله حي الخالدية من الأحياء الجميلة والمميزة، قريبة للحرم، فيها أغلب الخدمات أو كامل الخدمات متوفرة فيها. شوفوا الأجواء في حي الخالدية كيف. أما حي الرصيفة ما شاء الله من الأحياء الجميلة، واللي موجود فيها أهم يعني المحطات النقل العام أو محطات قطار الحرمين اللي تربط بين المدينة، بين مكة والمدينة وجدة. راح يكون في انطلاق لطريق مسار أحد المسارات الجميلة والنقلة التاريخية في مكة المكرمة والحضارية. وشوفوا على اليمين وعلى اليسار مبيعات للخضري، سوبيا الخضري. شوفوا محلة على اليسار، خلوا أوريكم محلة شوي، أوريكم محلة. شوفوا محلة على اليسار ما شاء الله مزحوم بالكامل. هذا محل الخضري، طبعا خلاص الان توزعت من الظهر ما شاء الله. رجع هذه الزحمة الخفيفة، لو تجي الظهر هنا راح تحصل اعداد كبيرة من الزباين. وشوفوا السيارات هذه تحمل، اللي تحمل على جدة، اللي تحمل على المدينة، اللي تحمل على بقية المدن المجاورة. الخضري من العلامات التجارية المشهورة في سوبيا، وتحديدا في موسم رمضان عليه سوق ما شاء الله. الله يزيده ويبارك له. طيب الآن خرجنا على الدائري الثاني، هذه بداية الدائري الثاني باتجاه لفة كاملة على الحرم، لكن راح نتجه لحي الروضة، حي العزيزية. طبعا هذه من أجمل الصور اللي راح تشاهد أو تشوفها هذا على اليمين حي الخالدية، اللي راح تشوفها لحي الطنطباوي مع الأبراج، برج عنوان، برج الساعة. ما شاء الله الصورة جميلة، وما شاء الله أجواءها اليوم فخمة ومميزة، وإن شاء الله موعودين بأمطار خلال اليومين الجاية بإذن الله. شوف عندما يلتقي الماضي مع الحاضر. وباقي بشتري لي سيكل زي كذا. طبعا ما شاء الله شوفوا الزحمة هنا، أول ما تدخل من النفق تحصل الزحمة، للي بيدخلون أو للي بيخرجون على حي المسفلة على شارع إبراهيم الخليل. طبعا أنا بروح العزيزية أخذ لي غرض من هناك وأرجع على الحرم إذا أمداني، إذا ما حصلت زحمة. نصلي معهم المغرب ونصلي معهم ونفطر معهم، لكن إذا حصلنا زحمة راح نفطر في الطريق ولا أكيد. خلاص دخلنا في العشرين الأخيرة.
هذا مخرج إلى حي المسفلة إلى شارع إبراهيم الخليل، ومواصل في طريقي إلى حي الروضة وحي العجيزية. طبعا ما شاء الله الآن على يميني وعلى يساري شارع إبراهيم الخليل، منطقة المسفلة، منطقة الهجلة. ما شاء الله لو تشوفون شارع إبراهيم الخليل مزحوم بالكامل، شارع الهجرة ما شاء الله حتى شارع الهجرة مزحوم. أنا عارف أنكم متحمسين تشوفون مثل هذه الصور، لكن إن شاء الله راح نغطيها لكم في حلقة قادمة بإذن الله. طبعا النفق اللي على يميني قبل شوي هذا اللي يوديك على شارع جياد باتجاه كدي باتجاه الحرم. ندخل نفق ثاني، لكن شوفوا الحي اللي على فوق هذا حي أجياد وشارع بير بليلة تحت الان. أجياد السد ونخرج من هذا النفق على منطقة الغزة، شعب علي، حي السليمانية، لكن راح ناخذ يمين باتجاه حي الروضة العزيزية. نشوف أجواء العزيزية. تقريبا لي من العزيزية في موسم رمضان ممكن 3 سنوات 4 سنوات ما زرتها في رمضان. ما عليكم القزاز، كل ما نظفت القزاز ما شاء الله جتنا رشة أمطار خفيفة مع هواء وغبار. شوفوا خرجنا الآن على منطقة الغزة حي السليمانية، واللي قدامي جبل سودان. شوفوا الحافلات اللي تجيك من الروضة من العزيزية لها مسار خاص. يا شين هاي إذا تعطل الحافلة وهي محملة بضيوف الرحمة، لكن في فريق صيانة على طول، بكل شركة فريق صيانة متحركة على طول، أي عطل أي شيء يجون يصلحونها أو تسحب إلى مركز الصيانة وتبدل الحافلة بحافلة جديدة. طيب هذه الفتحة في نفقين الآن خارجين من نفق، هذه الآن منطقة الملاوي، حي الملاوي. نخرج بعدها على حي الروضة. بس شوفوا الجمال، شوفوا الصورة الجميلة في هذا المكان. شوفوا هذول معتمرين يبغون بالله يشوفوا الصورة الجميلة. شوفوا جبال الطالف، السحاب عليه. السحاب على الطارف. شوف هذه منطقة الروضة، حي الروضة ما شاء الله تقريبا مزحومة بالكامل، من أصعب الأماكن اللي راح تدخلها، يعني راح تجلس أقل شيء إذا في زحمة نصف ساعة ساعة.
ضيوف الرحمن بالحافلات اللي على اليمين. يا زين، شوفوا الكثافة العددية هنا، ما شاء الله تبارك الله. خلاص خارجين على الحرم، يفطرون مع الناس في الحرم. زاد المجد عندها كثافة عددية ما شاء الله. طبعا مداخل الأحياء اللي في الداخل ما شاء الله نشوف فيها كثافة عددية، لكن ما اقدر اصور لكم يمين ويسار وانا اسوق. طبعا في طريق مشاه، لكن هذول يحبون يقطعون الشوارع. شوفوا في مسارات مخصصة للمشاه. شوفوا هذول، يلا وباقي ينتظرون يشوفوني. في مسارات مخصصة للمشاة، وبعدين لو في مخالفات تقريبا 1000 ريال إذا قطعت الشارع من غير المسار المخصص. طبعا شوفوا مدخل الجمرات على اليسار، وفي زحمة، في زحمة عند بن داود في المسار الخلفي، ما أدري والله زحمة إيش. ما شاء الله هذه مبنى الجمرات اللي على اليسار، شوفوا هنا، ما ادري وين تنشاف، لكن اللي على اقصى يسار الصورة. هذه منطقة عبور ممتازة، ما في مشكلة، لكن تقطع من شارع عام سريع، السرعة فيه تقريبا 80. جامع الشيخ عبد العزيز بن باز، على يميني الآن محبس الجن. طبعا راح يكون في زحمة، ما نقدر ندخل هناك. طيب خلاص دخلنا العزيزية الآن، العزيزية الشمالية، وفي عندنا العزيزية الجنوبية، لكن تعتبر العزيزية الشمالية أكثر يعني نشاطا، حركة تجارية، حركة ما شاء الله، الفنادق كلها فيها فنادق، لكن هذه الحركة فيها أكثر يعني على مدار السنة. لكن العزيزية الجنوبية تقريبا فقط موسم رمضان وموسم الحج اللي يكون عليه كثافة. ما شاء الله الزحمة هنا.
فدخلنا العزيزية، خلاص كلها محلات تجارية، فنادق، بيتس ما شاء الله. شوف الزحمة هنا على الفول، على الفول والتميس عفيف، ما شاء الله مشهور في حي العزيزية. طيب ما شاء الله انا وصلت العزيزية ونشوف فيها الكثافة العددية اللي في حي العزيزية. ما شاء الله المطاعم، الفنادق، الاسواق، المحلات التجارية، ما شاء الله الاحياء الداخلية. شوفوا حي العزيزية الشمال الجنوبية في الجهة المقابلة، ما شاء الله فندق فيفيان، هذا له فرع في حي العزيزية وله فرع في حي المعابدة، وما شاء الله هذا مطعم ريدان، احد المطاعم المميزة في حي العزيزية. يا ما شاء الله تبارك، شوف العصرية كيف جميلة، هذه حافلات مكة اللي تنقلك من وإلى الحرم. وشوفوا طريق المشاة في الجمرات، هذا طريق المشاة المخصص لقطار المشاعر، وجبل ثبير، وأجواء ما شاء الله فخمة، وإن شاء الله موعودين بأمطار ونشوف فيها المعتمرين. ما شاء الله يا زينها وانت تتمشى مع ضيوف الرحمن او الزوار في حي العزيزية. ما شاء الله العليان بلازة، هذه الابراج الجميلة، هذه احد المطاعم، مطاعم البخاري ما شاء الله مزحوم، وهنا يبيعون ما شاء الله ما ادري وش يسمون هذه والسمبوسة. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم. نعدكم بتغطية أفضل في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.